مين هو تركي جديد ده؟ تعال اقول لك يعني ايه بالهنا والشفا. الكلمه دي اصلا فرنش، وعلشان كده هتلاقي في اقصو. وغير كده كلمه بون اصلا مش انجلش. الكلمه دي لها نطقين، النطق الاشهر اللي هو النطق الفرنش، بونابيتي 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 بونابيتي. النطق الانجليش بتاعها بونابيتيت بونابيتيت بونابيتيت. الفرق بين الاثنين ان الفرنش ما نطقوش التي الاخيره، لكن الانجليش نطقوها بونابيتي فرنش بونابيتيت انجليش. الكلمه دي في الانجليش هتلاقي اخرها اي لو هي مقصود بها كلمه شهيه، كلمه منفرده، هتبقى اسمها ابيتايت ابيتايت. المقبلات appetizers appetizers appetite